الناس لازم تشوف هذه الفلسفة وهذا المجهود. هذه الفلسفة وهذا المجهود بيقول إيه؟ رهننا على المستقبل في سياسة واضحة لمواجهة المجهول الذي ينتظر سوق الكرة المصرية. هتشوف طفرات صعبة جدا. فأنت من السنة اللي فاتت من قبل ما يحصل هذه الطفرة أنت متنبئ. بدأت تشتغل في هذا القطاع. تطوير القطاع لازم يكون تطوير فلسفة أداء. فلسفة الأداء مرتبط بتغيير برضو الأفراد، لأنك أنت لو حطيت نفس المعطيات هتطلع بنفس النتائج. بالظبط. فأنت كان لازم جزء كبير تلجأ إلى نجوم تقيلة. لما تجيب ناس زي كابتن هاني رمزي وكابتن عادل عبد الرحمن، ما هو دي نجوم مديرين فنيين. صحيح. ونجوم عالية. نجوم مديرين فنيين ناجحين. واحد منهم كان مدير منتخب الأولمبي. ها؟ صحيح. التاني كان مدير فني مش واشتغل في الدوري ممتاز، التاني مدير فني حتى في السعودية. الخليج. نجح بشكل هايل. فأنت جايب دول ليه؟ أنت جايب دول عشان تقول وروني بقى الكلام اللي كنتوا بتقولوه في الفضائيات. ايوه. وريني اللعبة. كيف نتطور؟ أيوة. المفروض يحصل كذا، أنا هدي لك الإمكانيات تحقق هذا المفروض. ولكن من خلال رؤية عامة، مش كل واحد ونفسه وشأنه. الزيارة دي معناها كده، تعالوا نتفق على أسلوب العمل الجماعي والاستراتيجية اللي هنخضع ليها قطاع الناشئين. قطاع الناشئين يا أستاذ إبراهيم اللي بيقول لك ما جبناش أكتر من 7-8-9 صفقات مستقبلية. كلها وهي جاية كنا بنسأل، يعني اللجنة، كابتن علاء ميهوب، كابتن هشام حنفي، كابتن حمد أبو راضي، كابتن ناجي خليل، بيروحوا يتابعوا، بياخدوا الأول الترشيحات وهما بيتابعوا، وبعدين كل واحد فيهم بيتابع لوحده. يعني أنت عايز تتابع عادل القيعي، إبراهيم منيسي، حمد أبو راضي يشوفك مرة، كابتن علاء يشوفك مرة، لحد ما ياخدوا تقرير اللي تتوافق عليه الآراء، بيروحوا رافعينه لمدرب المرحلة المسؤولة عنه. الراجل ده خده عندك وشوفه على الطبيعة، واجمع بياناتك انت على الطبيعة. طب اقتنع بيه، بقى هنا في لجنة فنية اقتنعت وتابعت، ولجنة تقييم، ومدرب مقتنع، يروح كاتبين مذكرة يمضوا عليهم الاثنين، تروح للمدير الرياضي يناقشهم فيها، ويروح داعمها وداخلة للجنة الكورة. طب لجنة الكورة يلا يا تعاقدات اتعاقدوا. كلها من منظور الصفقة دي هتوصل للدرجة الأولى وفرصها إيه؟ مش بالضرورة إنك تجيب 10 وصلوا ل10، لأن برضو في تنافسية. ما هو أنت باستمرار لازم تفهم الناس برضو اللي بتسأل على الصفقات. ما هو أي صفقة بتيجي لازم تزيح حد. بالظبط. طب أنت فريق بطل، هتزيح كل سنة 10 ازاي وتفضل بطل؟ مش هينفع. انما هينفع انك انت 2-3 يبطلوا، 1-2 يحترفوا، تدفع بناشئين، جيل الناشئين اللي كان عندك يبقى جيل وسط. بالظبط. يبقى الخبرة مع الوسط مع الناشئين.